يقدرش اليوم يقدر يفوز بالسحب. فكنتوا في السحب على خطر فعلا بمرجع الفريق. الحمد لله النقاط يعني جد مهمة. ظن انه حققنا الاهم اليوم يعني بالفوز هذا اللي عاود يعني رجعنا في 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 المنافسه بعد يعني كما قلت فتره الفراغ اللي مرينا بها. الحمد لله ظن ماتش يعني مقابله جد يعني قويه. دخلنا جيدا في المباراه اليوم وين سجلنا يعني مبكرا الهدف، ضغطنا على الفريق يعني المنافس. يعني جات على المجريات يعني اللقاء في الشوط الاول جات يعني ضد المجرى تاع اللاعب وين كانت جاتهم مخالفه ونعدوا النتيجه عادوا يعني في المباراه. والشوط الثاني يعني كان اكيطابل للفريقين وكان يعني ونا انسيستي احنا على الهدف الثاني لي على اثر يعني جا الهدف الثاني والحمد لله. سيرنا الربع ساعه الاخير يعني من المباراه سيرناه جيدا. فريق خمسة مش يعني فريق يحسن لعب يعني كرة قدم، عنده لاعبين ذو خبرة. نظن أن كنا عارفين يعني مأمورية راح تكون صعبة، لكن يعني الحمد لله اليوم اونيتي بلي فولونتير سجلنا يعني الهدف الثاني في وقت يعني جد هام وين ربحنا اليوم الثلاث نقاط اللي تخلينا كمام نكملوا المشوار نوعا ما في أريحية ب 28 نقطة ونحضروا المباراة القادمة إن شاء الله خرجة راح ما تكون سهلة في الاتحاد العاصمة بإذن الله. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.